وللحديث عن الاتهامات بالفساد التي تشوب ما يسمى بالاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والصين وتراجع القطاع التعليمي بالعراق رغم الميزانيات الكبيرة التي تنفق في هذا الموضوع، معنا من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل، مرحبا بك معنا. وسهلا بحضرتك يا مرحبا. يعني السؤال الذي يثار دائما، على أي أساس تعاقدت هذه أو الحكومة مع هذه الشركات؟ وإلى أي مدى يمكن أن تعيد تكرار مسلسل الشركات المتعثرة التي أضاعت مليارات الدولارات ولا سيما في قطاعات مهمة مثل قطاع التعليم؟ في البداية تحية خاصة لحضرتك وإلى مشاهدي قناة طرف الدين. لا توجد أسس حقيقية لاختيار الشركات. هنالك سابقا عندما كان يتم طرح مناقصات لبناء مدارس يتم دراسة الشركات التي تقدم العطاءات، ومن ثم تحال إلى لجنة لتقرر أي شركات هي من ستنفذ هذه المشاريع. أما الآن فهذا الأمر غير موجود، هنالك ميليشيات تتدخل في عمل هذه الدوائر وهي لمن تختار الشركات حسب اتفاقات تجرى ما فيما بينهم خارج الحدود، وبالتالي تكون هنالك نسب لهذه الميليشيات من الأرباح التي يمكن أن تحصل عليها من خلال تنفيذ هكذا مشاريع داخل العراق. نعم بهذه الطريقة، يعني لا توجد أسس حقيقية. أما موضوع الفساد فعندما تشاهد الجيوش الإلكترونية والحسابات الوهمية تروج وبشدة للاتفاقية الصينية، يمكن أن تتصور حجم الفساد اللي ممكن أن تكسب هذه الميليشيات من خلال هذه الاتفاقية، من خلال طرح آراء للتغطية على رفض الرأي العام العراقي لهذه الاتفاقية. وثوار تشرين قالوها صراحة في أيام ثورة تشرين عام 2019 في زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ورفضوا الاتفاقية الصينية لأنه هذه الاتفاقية الصينية حقيقة ترهن مقدرات الشعب العراقي إلى عقود طويلة يمكن من خلالها أن تؤثر حتى على الأجيال القادمة من ناحية حرية التصرف بخيرات هذا البلد، وأيضا طبيعة المشاريع التي يمكن أن تشكلها أو تبنيها هذه الشركات الصينية. حتى الآن لم نشاهد أي شركة صينية دخلت إلى العراق اللي ينفذ هي شركات محلية ومتلكئة بالتنفيذ بسبب تدخل الميليشيات في عملها، وأيضا لا توجد محاسبة ولا رقابة ولا سقف زمني ولإنجاز هذه المشاريع، وبالتالي هذه المشاريع هي بؤرة جديدة من بؤر الفساد اللي تستخدمها الأحزاب لتمويل نفسها وتسليح نفسها. نعم. طيب فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم في العراق وهذه المشاريع الخاصة ببناء المدارس على سبيل المثال، إنشاء مدارس استثمارية مشتركة بين الحكومية والأهلية، هل تعتقد بأنه من الممكن أن يفيد القطاع التعليمي بشكل واضح؟ والسؤال الأهم والمعذرة على الإطالة، ألا تستطيع الحكومة في العراق أن تنشئ مدارس وحدها بدون مساعدة الدول الأخرى؟ بالتأكيد هنالك وزارة كاملة باسم وزارة الإعمار، يعني أكيد تقدر تنفذ مدارس وتنفذ طرق وجسور وغيرها، يعني كل شيء تقدر تسوي. الحكومة العراقية عندها الإمكانيات لكنها دائما تستخدم الطريق الأسهل وهو المناقصات للشركات، وهذه الشركات لديها تفاهمات مع قادة الميليشيات من أجل تحصيل نسبها في أرباح هذه العقود. المشكلة بالواقع التعليمي الآن ليس بالمدارس الحكومية والمدارس الأهلية، المشكلة أن هنالك غياب تخطيط ما بين وزارة التخطيط العراقية وما بين الحكومة وبين وزارة التربية. هنالك مليون شخص، يعني نسبة سكان العراق تزداد بنسبة مليون شخص كل عام، هذه الزيادة معناها أن العراق يحتاج إلى بنى تحتية من المدارس للطلاب. يعني الآن لديك 11 مليون طالب، 11 مليون طالب ما تكفيهم 16 ألف مدرسة. الآن حتى وإن حاولوا إنشاء مدارس أهلية، المدارس الأهلية تثقل كاهل المواطن بالأقساط الشهرية والسنوية لهؤلاء الطلبة، وبالتالي حتى تعليمها غير مراقب وغير مسيطر عليه، حتى الامتحانات مالتها غير مسيطر عليها، وبالتالي هنالك انحدار بمستوى التعليم في العراق. التعليم الآن في العراق أنت خارج تصنيف داووس، يعني العراق الآن خارج التصنيف. نعم. يعني مستوى التصنيف نزل إلى أن وصل إلى مرحلة الصفر ومن ثم استبعد من التصنيف تماما، لأنه مستوى التعليم من 2003 وحتى الآن يخضع لعدة ضغوطات بدأت من تقويض الأمن داخل المناطق، وبالتالي حتى المعلم لا يمكنه
متابعة الطلبة من أجل تقويتهم. لكن الآن الدولة إذا كانت فعلا تريد النهوض بالواقع التربوي فعليها أولا توفير المدرسين، وهنالك نقص كما قالت لجنة التربية النيابية، وهنالك نقص بالكادر التدريسي، وهنالك شباب عاطلين عن العمل بإمكانهم الحصول على هذه الوظائف وتطوير، لكن لا توجد بحثية، لا توجد مدارس. يعني الدولة الآن حتى وإن عينت المدرسين، أين سيدرس هؤلاء المدرسين؟ لا توجد مدارس كافية. بعض المدارس الآن بنظامين أو ثلاث أنظمة يعني في اليوم. على ذكر هذه المدارس، ذكرت التقارير أستاذ بها أن هناك نقص كبير جدا في الكادر التعليمي، وهناك مطالبات لتغطية هذا النقص الكبير وهو بالآلاف، ورغم وجود حاجة للخريجين للتوظيف لكن الحكومة لا تلتفت لهذا الملف، على الرغم من وجود فائض في وزارات أخرى مثل وزارة الصناعة. فكيف تنظر إلى هذه المعضلة؟ هنالك يعني سوء تخطيط. أنا يعني دائما أقول أن وزارة التخطيط في كل دولة هي أهم الوزارات. وزارة التخطيط هي من تحدد عدد الطلبة، هي من تحدد حاجة العراق للبنى التحتية من خلال تخصيص المدارس والأموال اللي لازم لتخصيص المدارس وبناء المدارس، وأيضا توظيف الموظفين على حسب الحاجة. لكن الآن أنا اليوم قرأت بالصدفة أنه في العراق أكثر من 1.5 مليون عامل أجنبي مقابل 400,000 عاطل عن العمل العراقي. يعني كيف أنت تجلب عمال من الخارج توظفهم أكثر من 1.5 مليون عامل بينما عندك بطالة؟ يعني هنالك سوء تخطيط وسوء إدارة من قبل أي كل جميع الحكومات اللي جاءت من 2003 وحتى الآن. يعني ليست حكومة مسؤولة وحكومة غير مسؤولة، جميع الحكومات مسؤولة عن ما يجري. غياب التخطيط، وزارة التخطيط المفروض أنها أهم وزارة من الوزارات العراقية، لأنها تسير البلد حسب الحاجة لكل جانب من جوانب الدولة. لذلك غياب يعني هذا التخطيط هو ما يؤدي إلى هذه المشاكل، يعني حتى من ناحية البطالة، من ناحية نقص الكادر التدريسي، من ناحية البنى التحتية المفقودة. الآن العراق خلينا نسميها في بحبوحة، لأنه أسعار النفط مرتفعة وهنالك فائض في الميزانية. لماذا لا تطلق الشركات العراقية هذه لبناء هذه المدارس؟ يعني ليش احنا نروح على الصين؟ عندك اولا راح توفر تشغيل ايادي عامله، ثانيا انت راح تجنب البلد التراكمات والديون اللي ممكن ان تترتب على هذه العقود مع هذه الشركات. نعم. عندك ايضا كثير من الـ 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 يعني الطبيعه الجغرافيه في العراق، الشركات العراقيه ادرى يعني، وهنالك مشاكل الان مع هذه الالف مدرسه، هنالك مشاكل مع المياه الجوفيه مثلا اثناء حفر الاساسات، هنالك مشاكل ظهرت من خلال تراكم المياه الجوفيه وتطلب استدعاء البلديات المحافظات من اجل التخلص من هذه المشكله. هذه كلها لو كانت الشركات عراقيه ستتغلب على هكذا مشاكل ويتم بناء المدارس في اسرع وقت. شكرا لك الاستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي.